اليوم الدورة الاستثنائية ديال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية تجي في إطار الاستجابة ديال بعض الإخوة والأخوات اللي نظرا للظروف اللي مر بها البلاد ومر بها الحزب إلى آخره واحد 4 شهور تقريبا، كانوا شافوا ضرورة أنه يتعقد لقاء استثنائي لتقييم المرحلة ولإبداء الرأي فيما يمر به البلد. والحمد لله الأمل العامة بالنقاش مع المجلس الوطني والمكتب ديالو اخترنا الظرف اللي يكون الظرف ديال الدخول السياسي على أساس أننا نعطيو دفعة لهذا الدخول السياسي من الموقع ديال الحزب. واليوم يلتئم هذا المجلس الوطني بأجندة اللي هي واضحة، هي تقديم ديال التقرير ديال العمل بين المؤتمر الوطني الأخير واليوم على أساس المستجدات السياسية والآنية وإبداء الرأي فيها على أساس أنه بالفعل نعطيو توصيات وخلاصات ديال المرحلة المقبلة وكيفية التعامل والتعاطي مع القضايا الراهنة واللي فيها مواضيع اللي مرتبطة أساسا بالهوية وبالتعليم وأيضا بالتحالفات السياسية وأيضا الملفات الاجتماعية ديال الدخول وأيضا الأولويات ديال العمل السياسي خلال السنة، وشهر شتنبير هو الشهر الأفضل هذه.